بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه بمجامع الحمد والثناء بما يستحقه جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه تترى إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند، حفظه الله تبارك وتعالى وبارك فيه وجزاه عنا خير الجزاء، في شرحه على كتاب الجامع في صفة الصلاة من تأليف وتصنيف معاليه جزاه الله خيرا. قال حفظه الله: السابع والثلاثون، الصلاة الإبراهيمية. فإن كان هذا التشهد الأخير صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، وهو التشهد الذي يعقبه السلام، سواء كان من واحدة كالوتر أو اثنتين كالفجر والسنن الرواتب، أو ثلاث كالمغرب، أو أربع كالظهر والعصر والعشاء، أو خمس كمن يوتر بهن أو أكثر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في هذا الموطن، واختلف العلماء في حكمها. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه فيها، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، فإذا قال: اللهم صل على محمد، فقد أتى بالركن، وما بعده سنة، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد، فهذا الحديث وغيره فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، وثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولونها. بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر ركعة إذا فارغ من السجود الأخير في الركعة الأخيرة، سواء كانت هذه الركعة الأخيرة في الرباعية أو في الثلاثية أو في الركعتين كالفجر أو ركعة واحدة كالوتر، فإنه يتشهد كما مر معنا، ثم يسمى هذا التشهد الأخير، يصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المعروفة بالصلاة الإبراهيمية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بالإجماع أنها مشروعة، فلم يختلف العلماء في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد أن يقول التحيات إلى آخر التشهد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما وقع الخلاف في وجوبها، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، والركن ما لا يسقط بحال ولا تصح الصلاة إلا به،
فإذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وجب أن يأتي به، فلا تصح الصلاة حتى يأتي به. وقالوا يصدق الركن بقول اللهم صل على محمد وما بعد ذلك سنة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. فهذا الحديث دال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا، والأمر يقتضي الوجوب. وثبت عن غير واحد من الصحابة، عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقولونها. القول الثاني، نعم، قال شيخنا حفظه الله: وذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية في مذهب الحنابلة، إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن من الصلاة مستحب وليس بواجب، وهو قول أكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم أن الإجماع منعقد على ذلك قبل الشافعي. واستدلوا بعدد من الأحاديث التي ذكر فيها التشهد ولم يذكر بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ولم يذكر بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أخرجه أحمد عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي كما أخذت بيدك، كما أخذت بيدك، فعلمني التشهد فقال: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. انتهى. ولو كانت الصلاة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، لأن المقام مقام تعليم. وما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث فضالة ابن عبيد من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد ما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. ففي حديث فضالة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المصلي بإعادة صلاته، مع أنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بها، وإنما ندبه إليها، فدل على أن ذلك ليس بفرض، ولو ترك فرضاً لأمره بالإعادة كما أمر المسيء في صلاته. كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس كما تقدم وعلمهم التشهد، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم، قول الجمهور من الحنفية والمالكية، وهي رواية، أي هذا القول هو رواية في مذهب الحنابلة، أن الصلاة الإبراهيمية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، ليست واجبة وإنما مستحبة، ولا خلاف في استحبابها، لكن الخلاف في وجوبها أو فرضيتها، فرض أنها فرض. واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في التشهد، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم ابن مسعود
للصلاة الإبراهيمية، بل قال فإذا قضيت هذا، أو قال إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. ولو كانت الصلاة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام تعليم. وأيضا بحديث فضالة ابن عبيد، إذا صلى أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد بما شاء. فإنه لم يأمر المصلي بإعادة الصلاة التي صلاها بغير هذا، بغير هذا الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا صلى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صرفها عن الوجوب. ما هو؟ أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الصلاة واجبة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية، لأمره بإعادة الصلاة. فلو كانت واجبة أو فرضا أمره بإعادة الصلاة، كما أمر المصيب في صلاته أن يعيد الصلاة، صلي فإنك لم تصلي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك شيئا من الأركان والواجبات، وهذا لم يأمره، مع أنه علمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنها مشروعة لكن على الاستحباب. وذكروا أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خطب الناس وعلمهم التشهد لم يذكر في هذا التعليم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الخلاف بين أهل العلم في الوجوب، هل هي واجبة أم أنها مستحبة. ولا شك أن الأحوط أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه بالصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ثم قال فليصلي على النبي، هذا فيه أمر. فلا يترك الإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في التشهد الأخير. لكن لو أن إنسانا تركها ثم سألنا بعد ذلك، فإن قول أكثر أهل العلم بعدم الوجوب ولا الفرضية. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقد ورد عدد من الصيغ في الصلاة الإبراهيمية، منها أول أو واحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثاني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثالث اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. الرابع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الخامس اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السادس اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد
وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والقاعدة في هذه الصلاة الإبراهيمية كغيرها من العبادات المتنوعة التي مر بعضها، فيشرع للمصلي أن ينوع قراءتها في التشهد الأخير، ولكن لا يجمع بينها أو يخلط في ألفاظها. نعم، وردت صيغ عديدة للصلاة الإبراهيمية، منها هذه الصيغ الست التي مرت معنا، وأي هذه الصيغ قالها فقد جاء بالصلاة الإبراهيمية، لأن جميع هذه الصيغ وردت عند البخاري وعند مسلم أو في السنن، وكلها وردت بأسانيد صحيحة كما مر معنا، إما في الصحيحين أو في السنن بسند صحيح. والقاعدة في العبادات المتنوعة ومنها هذه الصلاة الإبراهيمية التي وردت بعدة صيغ أنها من اختلاف التنوع، فيأتي بصيغة في صلاة وبصيغة أخرى في صلاة، وإن التزم صيغة واحدة لا بأس ولا حرج، لكن ينبه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن لا يجمع بين صيغتين في صلاة واحدة، وأن يأتي بصيغة واحدة. الثاني أن يأتي بالصيغة التي وردت، وأن لا يلفق صيغة من عنده بألفاظ من صيغ مختلفة، وإنما يلتزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به النص، لأن هذه أذكار نتعبد الله جل وعلا بها في الصلاة، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نلفق صيغة ولا نأتي بأكثر من صيغة في صلاة واحدة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقوله في التشهد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما. واختلف العلماء في معنى التشبيه هاهنا باعتبار أن المشبه محمدا صلى الله عليه وسلم دون المشبه به إبراهيم عليه السلام. آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وفيهم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، حتى إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، لأنه من ذرية إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وعلى أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. فآل إبراهيم يشمل هذا جميعا، لكن في ما جاء في الصيغة اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فالمشبه محمد صلى الله عليه وسلم هل هو دون المشبه به إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة نعم. قال شيخنا حفظه الله: وأجاب عن ذلك ابن القيم بما حاصله: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن منه أن يقال: محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة
عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل إبراهيم، وهذا نص، فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال شيخنا حفظه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكاف في قوله كما ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، والمعنى كما تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله فتفضل بالصلاة على محمد وآله، فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها. نعم، الجواب أن ما جاء في هذه الصيغة كما صليت على آل إبراهيم أن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، كما جاء في حديث ابن عباس بقوله عند قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم يتناول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، فيكون في هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وزيادة على ذلك كل من صلى عليه الله جل وعلا من إبراهيم وذريته ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه زيادة وفضل. وقيل للإجابة عن هذا أن الكاف ليست للتشبيه وإنما للتعليل: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت، يعني لأجل ولعلة كما أنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلي على محمد وعلى آل محمد. فيكون الكاف هنا كما إنما هي للتعليل، كما تفضلت يا الله بالصلاة على إبراهيم وآله تفضل بالصلاة على محمد وآله، فهذا من التوسل بأفعال الله، يعني كما أنك تفضلت وتكرمت يا الله بالصلاة على إبراهيم وآله تفضل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وآله. نعم. قال شيخنا حفظه الله: 38: التعوذ والدعاء قبل السلام. ويستحب أن يتعوذ من أربع، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الذكر من جملة الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موطنه بعد الفراغ من التشهد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ومعنى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أي أعتصم بك، وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله منها، وسميت بهذا الاسم لبعد قعرها. وقوله: ومن عذاب القبر، القبر مكان دفن الميت، والمراد الحياة البرزخية التي ما بين الموت وقيام الساعة. وقوله:
ومن فتنة المحيا والممات أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه، ثم استعملت في المكروه، والمحيا والممات مفعل من الحياة والموت يقع على المصدر والزمان والمكان. وفتنة المحيا كثيرة متعددة، وهي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها. وفتنة الممات أي فتنة الاحتضار عند الوفاة. وقوله ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح الممسوح العين وبه سمي الدجال، والدجال سمي دجالا لكثرة دجله من الدجل، وهو الكذب والتمويه بالباطل. والجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة الدجال وعذاب القبر من باب ذكر الخاص مع العام، ونظائره كثيرة. نعم، بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية يشرع له أن يدعو، ومن أفضل ما يدعو به أن يتعوذ من أربع، لما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أربع يستعيذ بالله منها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها، فالتعوذ من هذه الأربع سنة في الصلاة في آخر الصلاة، وهو داخل في جملة الدعاء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وأول قبل أن يدعو بدعوات خيري الدنيا والآخرة يستعيذ بالله من هذه الأربع، ثم يدعو بما شاء. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ثم للمصلي أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولو كان خاصا بحوائج الدنيا وملاذها على الصحيح كما تقدم. والجامع في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليدعو بعد بما شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وقد أرشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأرشد معاذ بن جبل أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، ثم يدعو بما شاء، يتخير من الدعاء أعجبه إليه من خيري الدنيا والآخرة، ولا حرج أن يدعو بما يريد ويرغب من ملاذ الدنيا: زوجة الصالحة، بالمال، بالنجاح، بالتوفيق في أمر من أمور الدنيا، من تجارة أو بيع أو شراء أو نحو ذلك من أمور الدنيا، لا حرج، من خيري الدنيا والآخرة. ومن أحسن الدعاء ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر رضي الله عنه لما سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: ظلما كبيرا، ولا يجمع بين كثيرا وكبيرا، لكن يقول: ما هذه مرة وهذه مرة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أحسن الدعاء ومن أجمع الدعاء ومن أنفع الدعاء ما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقوله، فقال: يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ودبر الشيء منه، دبر الشيء دبر الدابة منها، ولذلك في آخر الصلاة قبل السلام، وإن قالها بعد السلام لا حرج، لكن الأقرب الله أعلم أن يقولها قبل السلام في آخر الصلاة. الدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة، يعني في آخر الصلاة، ودبر الشيء منه، فدبر الصلاة منها، فيكون وقتها ومكانها في الصلاة لكن قبل السلام. نعم. قال شيخنا حفظه الله: 39 التسليم، ثم يتحلل من صلاته فيسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فبعد التشهد والدعاء يخرج من صلاته بالتسليم فيقول السلام عليكم ورحمة الله مرتين، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. فأما التسليمة الأولى التي عن يمينه فهي ركن من أركان الصلاة، وهو مذهب الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه في جميع صلواته فرضها ونفلها وفي حضره وسفره، فلم يكن يخرج من صلاته إلا بالتسليم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: وكان يختم الصلاة بالتسليم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حديث أو غير ذلك جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم المسيء في صلاته، ولأن التسليم خطاب منه للناس، ولو باشره في خلال الصلاة عمدا تفسد صلاته، وما يكون من أركان الصلاة لا يكون مفسدا للصلاة. والجواب: كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته لا يدل على عدم وجوبه، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، فلعله لم يسيء في السلام، بل هذا هو الظاهر، فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج منها إلا بالسلام، كما أن السلام من تمامها وهو نهايتها، ونهاية الشيء منه ليس خارجاً عن حقيقته، ولهذا أضيف إليها إضافة الجزء بخلاف مفتاحها، فإن إضافته إضافة مغاير، بخلاف تحليلها فإنه يقتضي أنه لا يتحلل منها إلا به. وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها فلأنه قطع لها قبل إتمامها، وإتيان نهايتها قبل فراغها، فلذلك أبطلها، فالتسليم آخرها وخاتمها، فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الإحرام إلى أولها، فقول الله أكبر أول أجزائها، وقول السلام عليكم آخر أجزائها. آخر الصلاة التسليم، يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وهذه التسليمة الأولى التي عن اليمين ركن من أركان الصلاة، وهو مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في جميع صلواته. وأما التسليمة الثانية التي عن اليسار، نعم. قال شيخنا حفظه الله: أما التسليمة الثانية التي عن يساره فقد اختلف أهل العلم في حكمها على قولين: القول الأول أنها سنة، وهو مذهب الجمهور ورواية في مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم، واستدلوا بما يلي: أول ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ويسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا،
انتهى. فقال شيخنا حفظه الله: فعائشة رضي الله عنها ذكرت تسليمة واحدة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله حمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بواحدة. ثانيا: إجماع الصحابة على إجزاء التسليمة الأولى كما حكاه عنهم ابن رجب رحمه الله. ثالثا: نقل ابن رجب عن الإمام أحمد رحمهما الله أن أهل المدينة ما كانوا يسلمون إلا تسليمة واحدة، وأن التسليمتين حدثت في ولاية بني العباس. قال ابن قدامة رحمه الله: والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال القاضي: فيه رواية أخرى أن الثانية واجبة، وقال هي أصح لحديث جابر بن سمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحللان فكان واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى. والصحيح ما ذكرناه، وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله في رواية مهنا: أعجب إلي التسليمتان. انتهى. نعم. أما التسليمة الثانية فاختلف أهل العلم في وجوبها مع قولهم بمشروعيتها، لكن هل هي فرض وواجب أم سنة؟ القول الأول مذهب جمهور أهل العلم، ورواية في مذهب الحنابلة على أنها مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختارها ابن حزم، واختار هذا القول ابن حزم، إلى أن التسليمة الثانية سنة وليست واجبة. واستدلوا بحديث عائشة: ثم يسلم تسليمة، وجاء في النص: ثم يسلم تسليمة واحدة، فذكر التسليمة واحدة. والإمام أحمد وهو ممن يرى أنها ركن أي التسليمة الثانية، قال: تسليمة واحدة يجهر بها، ولكنه يسلم تسليمة ثانية. لكن ابن رجب رحمه الله نقل إجماع الصحابة على إجزاء التسليمة الأولى، فقد قال: الصحابة كان منهم من يسلم تسليمتين، ومنهم من يسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان والتسليمة الواحدة، فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذا وأحيانا هذا، وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي، كما جاء في قول ابن رجب في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري. القول الثاني. نعم. قال شيخنا حفظه الله: القول الثاني أنها ركن، وهو مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن القيم وشيخنا ابن باز، واستدلوا بما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. ووجه الدلالة أنه جعل الاكتفاء بالسلام يمينا وشمالا، فاقتضى ألا يجوز الاكتفاء بدونهما. قال ابن قطان رحمه الله: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسلم من الصلاة تسليمتين، وعليه الخلفاء وأكابر الصحابة، وهو فعل جمهور التابعين ومن أدركوه من الصحابة، وبه يقول جماعة
وبه يقول جماعة الفقهاء وجمهور أصحاب الحديث. نعم. القول الثاني أنها ركن، وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وكان ابن مسعود يسلم من الصلاة تسليمتين، وهذا فعل الخلفاء وأكابر المهاجرين وجمهور التابعين، ولا شك أن التسليمة الثانية مشروعة، ولكن القول بفرضيتها محل نظر، والأحوط أن الإنسان يأتي بالتسليمة الثانية خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم بل هو مذهب الحنابلة بركنيتها. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ويلتفت في تسليمه يمينا وشمالا استحبابا، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: أما الالتفات فسنة، فلو سلم ولم يلتفت صحت صلاته وخرج بذلك من الصلاة، لكن يكون تاركا للسنة. نعم، الالتفات يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإن التفت يمنى هذا هو سنة، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله يلتفت يسارا، هذه سنة، الالتفات سنة ليست بواجبة ولا فرض، وإنما هي سنة مستحبة، فلو سلم بلا التفات صحت صلاته سواء كان ذلك عن اليمين أو عن الشمال. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ويحذفه كما جاء في الأثر حذف السلام سنة، والمقصود بالحذف كما قال الإمام أحمد ألا يطول بها صوته، وقال ابن المبارك معناه لا تمده مدا، وحاصله تخفيفه وترك الإطالة فيه. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: حذف السلام معناه عدم تطويله، وهو حديث لا بأس به، رواه أبو داود والترمذي وأحمد. قال الترمذي: حسن صحيح، وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري، ضعفه بعضهم، قال في التقريب صدوق له مناكير، ولكن روايته هذه قال فيها الترمذي رحمه الله أن العمل عليها عند أهل العلم. قال ابن سيد الناس: إنه إجماع أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم أن السنة عدم التطويل، وهكذا في التكبير يجزم الله أكبر الله أكبر، وهو قول أهل العلم عدم المد في هذه الأمور، بل يحذفها حذفا ويخفف. ومن رواه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه فهو موقوف في اللفظ، ولكن في المعنى مرفوع، لأن قول الصحابي من السنة الصحيح عند الجمهور أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أجمع أهل العلم على أن السنة عدم التطويل في السلام، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة. السنة حذف السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخففه لا يمده مدا ولا يطول فيه. وهذا أيضا في كل التكبيرات، إذا كبر ما يقول الله أكبر، لا، الله أكبر، يحذف حذفا يجزم بدون مد وإطالة، هكذا وردت السنة. بل أجمع أهل العلم على أن عدم التطويل هو السنة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الأربعون أذكار ما بعد الصلاة، فإذا انتهى من صلاته بالتسليم قال مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار طلب المغفرة، وهي ستر الذنوب والعفو عنها ووقاية شرها،
والاستغفار من أجل القربات وأنفع الطاعات وأعظم موانع إنفاذ الوعيد، والعباد أولهم وآخرهم لا بد لهم من الاستغفار، وإن شهود منة الله على العبد في العمل الصالح يستوجب عليه أن يكثر من الاستغفار، فإنه سبحانه هو الذي أعان على هذا العمل الصالح ووفق إليه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فالمنة لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعبد في ختام العبادة يستحضر منة الله عليه بالتوفيق، فيستغفر الله جل وعلا من كل تقصير حدث في هذه العبادة، وأيضاً هو ينافي ما قد يقع في قلب بعض العباد من العجب بالعبادة، فإن العجب بالعبادة من أسباب حبوطها. فإذا كان حال العبد بعد العبادة الاستغفار استشعر منة الله وفضله، وطرد عن نفسه العجب بالطاعة والعبادة، فإن هذه من المعاني المستخرجة من مشروعية الاستغفار بعد الطاعات والصالحات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شهادة التوحيد تفتح باب الخير، والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: وهكذا حال المؤمن، التذلل بين يدي الله وإظهار الافتقار إليه سبحانه وتعالى. فإذا فرغ العبد من الصلاة كان أول ما يشرع أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. نعم، إذا فرغ من الصلاة أول ما يقول أن يستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمون فراغه من الصلاة باستغفاره صلى الله عليه وسلم. إذا استغفر علموا أنه قد انتهى من صلاته بعد التسليم، وهو أول فعل. ولا شك أن الاستغفار من أعظم وأجل العبادات وأفضل الأذكار. أهلكت الذنوب، يقول إبليس، أهلكت العباد بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وهذا فيه إذهاب للعجب بعد العبادة، لأنه يستغفر الله جل وعلا وهو قد فرغ من عبادة، لأنه إنما فعل العبادة بعون الله وتوفيقه وهدايته. فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. قال شيخنا حفظه الله ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ودليل ذلك ما أخرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي لفظ عائشة رضي الله عنها: يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى أنت السلام أي السالم من كل نقص أو عيب، فالله له الكمال المطلق جل جلاله، وله النعوت التامة له. ومعنى ومنك السلام أي ومنك ترجى السلامة من كل عيب ونقص، فإن السلامة والخير والعافية كلها من الله، فهو السلام يعني الكامل السليم من كل نقص وعيب، وهو أيضا الذي يمد عباده وخلقه بالسلامة سبحانه وتعالى. ومعنى تباركت أي تعاظمت وتعاليت. ومعنى يا ذا الجلال والإكرام، الجلال مصدر الجليل، وهو عظم القدر، والإكرام مصدر أكرم، أي أن الله مكرم
أي أن الله مكرم وإكرامه أن تقدره، أي أن الله مكرم وإكرامه أن تقدره حق قدره، والمعنى أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم فلا يجحد ولا يكفر به، وهو الرب الذي يستحق على عباده الإجلال والإكرام. ثم يقول بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام. فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك بعد فراغه من الصلاة، يستغفر ثلاثا ثم يقول هذا الذكر. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ثم يأتي بما ورد من أذكار الفراغ من الصلاة، وهي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يشرع في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقد ورد ذلك بصيغ متعددة. الصيغة الأولى أن يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34. الصيغة الثالثة أن يسبح الله 25، ويحمده 25، ويكبره 25، ويهلله 25. الصيغة الرابعة أن يسبح الله 10، ويحمده 10، ويكبره 10. نعم، هذه الصيغ بعد أن يأتي بما ورد من أذكار لا إله إلا الله 3 تهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. تهليلة الثالثة: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم يقول: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقد جاء في ذلك صيغ متعددة في 4 صيغ. الصيغة الأولى أن يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويقول الحمد لله 33، ويقول الله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا جاء في حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور. أو يأتي بالصيغة الأخرى، يسبح يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. وقد جاء أيضا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث كعب بن عجرة: دبر كل صلاة مكتوبة، قال ذلك يقول قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 25، ويحمده 25، ويكبر الله جل وعلا 25، ويقول لا إله إلا الله 25. وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمروا، في قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة.
وهذا يأتي في العشر، أن يسبح الله عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا. وجاء في كما قلنا قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل 25، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوها كذلك، وهذا حديث صحيح. فهذه الأربع صيغ التي وردت، فإذا قال واحدة أو التزم بواحدة أو نوع بينهن فهذا هو الأفضل، وإن التزم واحدة فلا حرج ولا بأس. نعم. قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى: ثم يشرع له أن يقرأ المعوذات وآية الكرسي. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. وأخرج النسائي عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ويقول في صلاتي المغرب والفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. أخرج الترمذي والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتبت له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي عياش رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. نعم. حافظ أيها المسلم أيها المصلي، بعد أن تسبح الله جل وعلا وتحمده وتكبره وتهلله، على قراءة آية الكرسي قبل أن تقوم. قبل أن تقوم احرص على هذا. بعض الناس يعجل ويقوم من مصلاه قبل أن يأتي بالأذكار، لما العجلة؟ أنت في روضة من رياض الجنة، واسمع إلى الفضل الذي أعده الله. فإذا قرأت آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الله أكبر. وأيضا في صلاتي المغرب والفجر: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فيكتب الله لك 10 حسنات، ويمحى عنك 10 سيئات، ويرفع لك 10 درجات، ترفع 10 درجات، وتكون في حرز من الشيطان في ذلك اليوم، وحرس من الشيطان، تحرس بهذا الذكر. ولم هذا مهم، ينبغي لذنب أن يدركك في ذلك اليوم، وهذا فضل عظيم. إذا قلت هذا الدعاء اليسير الذي لا يتجاوز ربما دقيقة أو نحو من ذلك، وحافظ على هذا الذكر في الصباح والمساء، لأن إذا حافظت عليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا أصبحت قلته وإذا أمسيت قلته، كان لك عدل رقبة كأنما اعتقت رقبة من ولد إسماعيل،
وكتب لك 10 حسنات وحط عنك 10 سيئات ورفعت 10 درجات وكنت في حرز من الشيطان إذا قلتها في الصباح حتى تمسي وإذا قلتها في المساء حتى تصبح. نعم. قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى: 41 ملحق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشروط جمع شرط، ويقال أيضا شرائط، جمع شريطة كفريضة وفرائض. والشرط بالتسكين إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وهو الذي يجمع على شرائط وشروط، فيقال شرائط الصلاة وشروطها، وكلاهما مستخدمان عند الفقهاء. والشرط بالفتح العلامة، ويجمع على أشراط، كما قال سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا العدم لذاته. ثم إن العبادة لها شروط سابقة عليها، وأركان تقوم عليها، وواجبات. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا العدم لذاته. وحكمه أن من تركه جهلاً أو نسياناً أو عمداً بطل العمل الذي هو شرط فيه. مثاله: الطهارة فهي شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الصحيحة شرعا، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. والركن جزء الماهية الذي لا تقوم إلا به، فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا العدم لذاته. وحكمه أن من تركه جهلا أو نسيانا أو عمدا بطل العمل الذي هو ركن فيه. مثاله: الركوع في الصلاة ركن، فلو صلى أحد ولم يركع حتى سلم من الصلاة بطلت صلاته، ولو صلى ركعة ولم يركع حتى شرع في الركعة التالية أو بلغ إلى محله من الركعة الثانية بطلت الركعة التي لا ركوع فيها، وكانت الركعة الثانية محلها. والواجب طلب الفعل على وجه الإلزام، وحكمه أن من تركه جهلا أو نسيانا لم يبطل عمله بذلك، وإنما يجبره كما في الصلاة بسجود السهو، ومن تركه عمدا بطل عمله. مثاله: من يترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا فإن صلاته باطلة، لأنه فعلها على خلاف ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عامدا ومتقربا بذلك الفعل إلى الله، فهذه العبادة باطلة مردودة. ويلاحظ أن الشرط والركن والواجب حكمها واحد، فصحة الصلاة تتوقف عليها، فلا تسقط إلا في حال العذر، وتفترق في 3 أمور: الأول أن الركن والواجب جزء من ماهية الصلاة، والشرط خارج عنها ولازم لها. الثاني أن الشرط تتقدم على الصلاة. الصلاة لها شروط، ولها أركان، ولها واجبات. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط. فمثلا من شروط الصلاة الطهارة، مع شروط أخرى كدخول الوقت، فلو أن إنسانا صلى بلا طهارة مع توافر الشروط الأخرى لم تصح الصلاة، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني لو وجد شرط لا يلزم وجود الصلاة الصحيحة، لأنه لا بد من استكمال الشروط كلها. والركن، الركن هو الذي لا تقوم الصلاة إلا به، يلزم ما يلزم من عدمه العدم. إذا لم يوجد الركن كتكبيرة الإحرام لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام لا يلزم أن تكون الصلاة كلها صحيحة، لأنه قد تكون تركت ركنا آخر. والفرق بين الشرط وبين الركن، مع اتفاقهم بأن في اتفاق الشرط مع الركن بأنه من تركه جهلا أو نسيانا أو عمدا بطل العمل، إلا أن الفرق بينهما أن الشرط خارج الصلاة، وأما الركن فهو من ماهية الصلاة، من
الصلاة نفسها، والواجب هو طلب فعل الفعل على وجه الإلزام، لكنه يختلف عن الركن وإن كانوا جميعا من ماهية الصلاة. الركن والواجب كلهما كلاهما من ماهية الصلاة، لكن الفرق أن الركن إذا تركه الإنسان سهوا لم تصح الصلاة، لم تنعقد الصلاة، لكن الواجب لو تركه سهوا صحت الصلاة. فلو أن إنسانا صلى ونسي أن يقرأ الفاتحة ثم فرغ من الصلاة وتذكر أنه ما قرأ الفاتحة، وجب عليه أن يعيد، لا بد أن يعيد لأنه ترك ركنا. لكن لو ترك مثلا قول سبحان ربي العظيم نسي أن يقولها في الركوع، أو نسي التشهد الأول وما ذكر إلا بعد الصلاة، ما يعيد الصلاة، صلاة صحيحة، لأن ترك الواجب سهوا لا يضر الصلاة بل الصلاة صحيحة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: أولا شروط الصلاة. شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب، وهي ما يتوقف عليها وجوب الصلاة كالإسلام والعقل والتمييز، وشروط صحة وهي المرادة هنا. الشرط الأول: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ودليل وجوب ذلك من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وأن الطهارة شرط فيها، ولا يسقط هذا الشرط بحال لكن له بدل. فإذا عجز الإنسان عن الطهارة بالماء تطهر بالتيمم، وهي إحدى الطهارتين كما في الآية. والطهارة شرط للبدن والثوب والبقعة. أما البدن فالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وأما الثوب والبقعة فسيأتي. شروط الصلاة: أولا الطهارة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والطهارة كذلك شرط للبدن بالوضوء أو بالاغتسال إذا كان عليه حدث أكبر، وللبدن طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. وأما الثوب والبقعة فسيأتي بيان أحكامها. نعم. الشرط الثاني دخول الوقت، والمقصود به الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه، لأن الصلوات لها أوقات محددة. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مفروضا في الأوقات. وأخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمرهم فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمرهم فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمرهم فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق،